اس ام ميديكال ادوكيشن، هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم. أنا أخوكم حارث العوادي من فريق GSM Medical Education، واليوم إن شاء الله مستمرين بآخر حلقة من Clinical Bacteriology، بالخصوص بالجزء اللي هو الزونتيك بكتيريا. زين، هذا الجزئية اللي راح نتحدث فيها اليوم إن شاء الله هي Spirochetes. إذا تذكرون بأول حلقة من صنفنا البكتيريات على أساس المورفولوجي، صح؟ صنفنا من ضمنها قلنا السبايروكيت على شكل سبايرال، فهنا عندنا سبيرال شيب وذ اكسيال فيلمنتس، واضح الكلام؟ هذه البكتيريا بالخصوص اشهر ثلاث انواع من البكتيريا اللي تسبب وين؟ تسبب امراض بالانسان. طبعا هذه تكون عن غالبا عن طريق الحيوانات، لذلك هي زونتيك بكتيريا. شلون عن طريق الحيوانات؟ عن طريق تيكس. هاي التيكس انا المحاضرة السابقة ليش ما ارسمتها ما اعرف، لان وصفتها قلت لكم هي مثل الحشرة اللي تطير. هذا التيكس هي نفسها تسوي احنا نسميها اكسوديس تيكس او دير تيكس، هي حشرة الغزال يصحوها، هي نفسها تسوي انابلازموسس، وهي نفسها هنا موجودة ايضا. اي فخلي وتكون جايه عن طريق حيوان ثاني، مثلا هنا جايه عن من الناقل المرض من الماوس من الفأر. هنا تنقل الامراض مثلا عن طريق البول مالتهم، ينقل لنا بالمي والمي ينقل لنا المرض الى اخر الموضوع، راح نجي نناقشه ان شاء الله. بس دا نعطيك رؤيه انه شلون هي زونتك. فاحنا عندنا ناقل، تمام، وعندنا الريزيرفر اللي بالبدايه اللي يحافظ لك على البكتيريا لحد ما تنقل الى جسمك وانت تصير الهوست. زين، اول شيء السبايروكيت بها ثلاث انواع رئيسيه، والامراض هنا جدا مهمه، لذلك هنحاول نتطرق لها. النوع الاول هو ليبتوسبيريا انتيروغانس. ليبتوسبيريا انتيروغانس تسوي لي المرض اللي هو ليبتوسبيروسيس. ليبتوسبيروسيس هذا وين موجود؟ موجود بالمياه اللي يصير بها تبول الحيوانات. يعني الحيوانات تيجي تشرب من هذه المياه، ولكن نفس المياه اللي تغسل بها وتبول بها. بمن اذا انت شنو برايك وين تصير هذه؟ شلون تنتقل للانسان؟ اكيد الانسان بهالعصور هذه ما راح يشرب مي من مكان تتبول به الحيوانات، اكيد لازم يعقم ويمر به. فهذه وين تصير رئيسيا؟ هذه تصير مناطق مثل الهواي، جزر الهواي، مو سامع؟ مو الهواوي، اكو هواي. هناك هذه يقول لك السيرفرز، تمام؟ والانتروبكس. السيرفرز هم دولة اذا شايفين على الفيسبوك على اليوتيوب تلقى ناس يلبسون ملابس غوص، تمام، وينزل يدور الاشياء الضايعه او التليفونات الضايعه من الناس بهذه البحيره المعينه. فهذولا في خطوره الليبتوسبيروسيس، عندهم مستوى خطوره عالي. مبدئيا هذا المرض يبدي فلو لايك سيمتومز ويحول لنا الى جاوندس. جاوندس طبعا يبدي هنا يصير عندي مشاكل معناتها بالكبد، تمام، لانه الكبد يكون هدف رئيسي من اهداف هذه البكتيريا. فوتوفوبيا تصير عنده فوتو سنسيتيفيتي عاليه بحيث يقوم ما يتحمل الضوء، دائما يقول لك طفي الضوء، عيوني توجعني، ما اعرف شنو، يحاول يتجنب الضوء. يكون عنده كونجكتيفال شنو سوفيوجن. هاي شلون تكون؟ تكون ريثيما وذاوت اوكسيديت، تحسها اكو حراره واكو مثل الانتفاخ البسيط ولكن ما بها جراح، تمام. على العموم هذا شنو المايلد فورم. رغم المايلد فورم يصير عندك جاوندس، انتبه. نجي على شنو الويل، مو فايل، فايل بالالماني هذا الويل ديزيز، تمام، الويل ديزيز او اكترو هيموراجيك ليبتوسبيروسيس. اكترو هي الاكتروس اللي ابو صفار احنا نصيحها بالعراقي، اللي هي الفيزيولوجيكال جاوندس، صح مهيتي؟ الاكترو هي تدل على انه المرض مريض هذا يحتوي على صفار بالبشره due to the increase of bilirubin داخل الدم. يزيد عند البيلروبين بالدم فيكون وجهه اصفر، هذا دلاله انه الكبد بيتاثر بهذا المرض. هيموراجيك لانه احنا يصير عندنا هيموراج بكذا مكان. ليبتوسبيروسيس اسم المرض. المهم هذا السيفير فورم اوف ليبتوسبيروسيس. شو يسوي لي هذا؟ يسوي لي جاوندس اللي هي الصفار اللي يكون اثناء الهيموليسيس ولا اثناء امراض الكبد، تمام.
السيفيرتي تكون عاليه جدا لما الكبد يكون افكتد. لذلك هنا الجاونس وبلاسينو ازوتيميا. هنا انتبه جاونس وازوتيميا. الجاونس تجي لي من الليفر ديس فانكشن، ازوتيميا هي ارتفاع نسبه البي يو ان البلاد يوريا نيتروجين وارتفاع نسبه الكرياتينين. هذه ديو شنو تو ذا كيدني ديس فانكشن. يصير عندي ضرر بالكليه فيرتفع مستوى النيتروجين البي يو ان ويرتفع مستوى الكرياتينين. ايضا تكون فيفر، هذا شيء طبيعي، ويكون عندي هيموراجيك وانيميا. الهيموراج هي الدمار اللي يصير بخلايا الدم وحلا حتى جدران الانسجه ببساطه. زين، هذا ليبتوسبيريا مع البوريليا، تمام؟ هذين الاثنين نفس العلاج، فانا راح اطرق للعلاج عفوا بعد ما اناقش الجزئيه الثانيه. الجزئيه الثانيه شنو هي؟ اللي هي البوريليا بور دور فيري، مو بور جدر فيري، فاهم الفكره؟ هذا الجي الج ميل ما يلفظ. فبوريليا بور دور فيري. البوردر فيري هذه تنقل عن طريق التكس هاي اللي هي بالخصوص اوكسو ديس دير تكس اكسوديكس. تكون شوف الناتشرال ريزيرفر هو الماوس، فتيجي من الفيران اكثر شيء. زين، وين موجوده هذه؟ موجوده بالنورث ايسترن مال يونايتد ستيت، وبها ثلاث ستيجات. ده تلاحظ هذه البقعه الحمراء اللي راسمها انا، هذه البقعه الحمراء هي اول علامه لهذا المرض. هذه تسمى الميجرين، تمام، او ميجرانس. شنو اريثيما؟ ميجرانس. اريثيما معناتها هو الاحمرار، تمام. فهذه مكان، اذا تلاحظ هنا بالوسط، مكان اللدغه مع الحشره. اذا تذكرون عندنا كان ليكوسايتوز شنو migration، فهي هاي اريثيما ميجرانس. فمعناتها شنو؟ الاريثيما المنتقله اللي يصير بها migration. فهمت الفكره؟ فانه هذا السنتر يصير عليه migration على الاطراف، فمعناتها انتقل الليجن من السنتر الى الطرف بدون ان يوصل تواصل، لذلك حنسميه ميجران، مهاجر. شلون immigrants ذولا، صح ولا غلط؟ فهذه اول علامه لهذا المرض، تمام؟ اكو امراض تسبب لنا نفس الليجن تسبب لنا طبعا اكو، ولكن علامه رئيسيه لهذا المرض اذا انت خصوصا عايش بالمناطق هي نورث ايسترن اوف يونايتد ستيت. علامة الثاني هذا شنو؟ الايرلي فورم. بينما من يصير عنده ديسيمينيشن، انتشار بالمرض، يقول لك ايرلي ديسيمينيتد فيس مالته يكون العفو اي يكون سكندري ليجن، تبدي يصير تاكل، نوع من التاكل يصير عنده ليجن، يسوي لي كارديتس، انتبه هنا، يسوي لي اي في بلوك. نعرف احنا الاي في بلوك مو صحيح، يسوي من مشاكل، هذا معناته بالكهرباء اما القلب، وراح نتطرق عليها بالمستقبل. ولكن اكو قضيه جدا مهمه وعلامه فارقه هذه تبين لنا، هي الفيشيال نيرف شنو باثولوجي، اللي هي البيلز بالسي. هذا لايم ديزيز، هو هذا لايم ديزيز. فاحنا لازم شنو، انا ما كاتب الاسم هنا، اي هذا لايم ديزيز، تمام. فالبيلز بالسي هو لما يكون هذا وجه المريض، تمام، لما المريض هسه الطبيعي يريد يحرك حواجبه، صح، ويريد يحرك منطقة الابتسامة هذه. هنا عندنا الفيشل نيرف يصير بها دمار، ولكن من جهة واحدة. فلذلك هسه راح تلاحظ هنا البيلز بالسي تكون على هذا الشكل، هذا الجانب بالاحمر، تمام، هو الجانب الصاحي. فهو من يسوي، من تقول له انت ارفع حواجبك هيك، حيرفع ايدك هيك فقط، تفهم؟ ايه، هاي تشتغل، هذا معناته شنو؟ عندي بالسي اوف هاف اوف ذا فيس. يبدي يصير بي شويه شويه اتروفي، فيبدي بالمستقبل يصير بي شنو؟ نزول. ايه، تلاحظ بجهه العين بالخصوص هذا ذبول، لان هذه المناطق اصلا هي كلش رقيقه وتعتمد على الحركه بصوره رئيسيه. فهذه شنو نسميها؟ البيلز بالسي. جيد، عندنا ثيرد ستيج. ثيرد ستيج هو ليت ديسيمينيتد، اخر انتشار، اخر محطه انتشار،
اخر محطه انتشار بعد القلب يا هي هو الاعصاب. فوين يروح؟ يروح للدماغ ويسوي لي انسفالوباثيز، يسوي لي دمار خلايا الدماغ. وطبعا لما يروح سكندري راح يروح يسوي لي كرونيك ارثرايتس اللي هو التهاب مزمن للمفاصل. علاج هذني اثنينهن يا اما دوكسي سايكلين تمام، يا اما سيفت رياكسون. واضح الفكره؟ جيد. فعندي العلاج شنو؟ دوكسي سايكلين سيفت رياكسون المن للليبتوسبيروسيس وللايم ديزيز اللي هي لايم ديزيز تمام. اثنينهن يا اما دوكسي سايكلين يا اما سيفت رياكسون، على عكس السيفلس اللي هو علاجه شيء ثاني وجدا بسيط علاجه بالمناسبه، يعني لا تستغرب، ولكن هو خطورته وتشخيصه يحتاج انه انت تشخصه ايرليير وتعرفه بدون اشتباه ويا امراض ثانيه. المرض الثالث او الاورجانيزم الثالث اللي تابع للسبيروكيتس هو تريبينوما باليدوم. تريبينوما باليدوم هو نفسيته الاورجانيزم اللي يسوي لي السيفلس. السيفلس هو سكشوال ترانسميتد ديزيز. لا سكشوال ترانسميتد ديزيز تمام، ويتكون من ها اي الزهري، هو اسمه سيفلس الزهري. ما اعرف انا هو السيفلس معروف ترى حتى باللغه العربيه. فانت المهم ركز لي، تريبينوما باليدوم يسوي لي السيفلس، والسيفلس باربع اجزاء، ثلاث ستيجات وحاله اضافيه، ستيج برايمري سكندري وتيرشري تمام. وعندي الكونجنيتال. واضح الفكره؟ خلينا نتكلم على البرايمري ببساطه، بعدين نذكر كم شغله ورا ما بالجزئيه الجايه. البرايمري مبدئيا البرايمري كلش بسيط، يقول لك هذا اللوكلايزد فورم او اللوكلايزد ديزيز. شلون راح اعرفه اني؟ راح يكون عندي اذا تتذكرون يسموها كانخر تمام؟ كانخر هي او اكو ناس صحة كانكر بس هي كانخر. هذا كان كانكر او كانشر. ايه شلون؟ شانكر. ايه شانكر على العموم شانكر. ايه اكو الانجليزي هو صحة شانكر. اللي يحاول يميل الى اللاتيني اكثر يقول كانكر. المهم هذه شنو؟ هذه ليجن الشانكر او الكانكر او الكانخر كيف شانكر اكثر شيء. هذه هي بينلس ليجن، تكون على شكل تقريبا ألسر مشابه للتقرح، ابيض بقع، ودائما تكون اكثر شيء بالمناطق الحساسه، يعني على جهه العضو الذكري وين بعد نهايات القضيب تمام. اي تكون هذا هنا، هذا مثلا القضيب تمام، هنا تكون الشانكر تمام. فهذه الشانكر هي painless شنو ليجن او ألسر. اللي لازم نذكره هنا انه الشانكر بيش تفيدني؟ تفيدني اثناء الاكتشاف اخذ منها عينه. العينه هذه نستخدمها بنوع من انواع الفحوصات نسميه دارك فيلد مايكروسكوبي. دارك فيلد مايكروسكوبي على مود يسوي لي فيجواليزنج للتريبانيمس اللي هي جزيئات التريبينوما تمام، او الصغار التريبينوما، منين؟ من الفلويد اللي اسحبه من هذا الليزن. فهمت الفكره؟ فاخذ فلويد من منطقه الليزن تمام، واحطه بالدارك فيلد مايكروسكوبي راح يبين عندي تريبينيمس. القضيه ايضا مهمه، اكو نوع من انواع التحاليل اسمه الفي دي ار ال. في دي ار ال هذا يقول لك بوزيتيف اس فولس. شلون يعني؟ يعني هيك يذكرون، اذا كان بوزيتيف تمام يحطني باحتماليه وجود هذا المرض، ولكن هو
بوزيتيف او نيجاتيف ما ياكد لي المرض، فيقول لك بوزيتيف از فولس. ليش؟ لان هو يوجد بوزيتيف باربع امراض ثانيه. يعني مثلا الفي الفايرال ابستن بار فايروس هو موجود بابستن بار وهم يطلع بوزيتيف. الدي الدراجز، بعض انواع الدراجز يرتفع عندك الفي دي ار ار. الار نفسه اذا تحاول انا احاول استخدمه نفسه تمام، هو اليو اس ام ال محددنا بهذا الشكل. الار ريماتيك فيفر تمام، ال شنو؟ اللوبوس والليبروسي. اي وبالفيروس ايضا هيباتيتس، فهيباتيتس ايضا شنو؟ ابستن بار فيروس، الدي دراجز، الار شنو؟ ريماتيك فيفر، ال ليبروسي او لوبوس. القضيه وين؟ هنا بكل ذني بالاضافه الى هذا المرض السيفليس يجي بوزيتيف. من يكون بوزيتيف احنا وراها لازم نسوي الكونفرميشن تيست اللي وراح اتحدث عليه بالسكندري فيس، لان السكندري فيس هو اللي نسوي به الكونفرميشن تيست على الاغلب. يعني القضيه شنو هذا التحليل؟ هذا التحليل يسوي لي ديتكشن الان سبيسيفيك او نون سبيسيفيك انتي بودي، وين بنوع من انواع البروتين هو يسوي لنا رياكشن مع البيف. انتبه هنا كارديو ليبين، هنا شوفه كارديو ليبين تمام، بيف كارديو ليبين. نجيب الماده هذه اللي نستخدمه نحطه هنا يصير رياكشن، معناتها هو هذا التحليل اللي عندنا. فمن يطلع عندي بوزيتيف ببساطه مو دقيق، فيقول لك از بوزيتيف از فولس تمام، يعني صحيح هو يفيدني ولكن فايت وجوده مثل عدم وجوده. لكن بالحقيقه احنا بالمجال الطبي ما عندنا وجوده مثل عدم وجوده، نستخدمه دائما لانه هو رخيص تمام، ارخص من النوعيه الثانيه. فانت من تشك يطلع لك هذا التحليل بوزيتيف، راح بكل سهوله تسوي اكسكلودنج للحالات الاربعه او الثلاثه الثانيه. فاذا تاكد تريد تتاكد بعد 100% تسوي التحليل اللي هو الكونفرميتوري تيست. واضحه الفكره؟ خلونا شويه نمسح من السبوره على نضيف شغلات جديده على السكندري والترشري والكونجنتال ونرجع لكم.